رجل شجرة احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغصن اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتله الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على وعلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على من عليه صلى وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك الشاهد المبشر النذير الداعي إليك بإذنك السراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هل سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. هل سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمانا بإذن الله هذه الأمسية صاحبا الفضيلة شيخنا أستاذنا الدكتور عبد القادر بن عزوز وشيخنا وبركتنا الشيخ عمار محجوبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبهما. شيخنا عبد القادر مرحبا. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، الله يبارك فيك. يسلمك الحمد لله. يسلمك شيخ عمار، مرحبا. مرحبا بكم يا سيدي، الله يبارك فيك. صحة ويحفظك أستاذ أحمد، الله يبارك فيك. مرحبا بسي بن عزوز، الله يسلمك. الله يسلمك، الله يبارك فيك. كما نسعد أيها الأفاضل بهذه الرفقة المباركة للزميل فيصل، ينقل فعاليات هذا اللقاء المبارك عبر لغة الإشارة، وعبره نحيي جموع متابعين عبر هذه اللغة ونتمنى لهم وقتا مفيدا. لله عز وجل أيام، ومن أيام الله مواسم وأعياد، وفيها شعبان ورمضان. ومن أيام الله ومن أشهره الحرم رجب، فيه خير وفضائل وأعمال، فما فضائل الأعمال في شهر رجب؟ شيخنا عمار. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا. أستاذ بن عزوز، أستاذ أحمد، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. المولى عز وجل في محكم تنزيله يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وبالتالي فإن المولى سبحانه وتعالى جعل من بين دهره أشهرا متميزة. هذه الأشهر هي الأشهر الحرم، قيل عنها ثلاثة سرد وواحد فرد. أما الواحد الفرد فهو شهر رجب، الذي نسعد بأننا والحمد لله عز وجل ندخله، ونسعد كذلك لأننا ندخله في جو ملؤه الأمطار وملؤه الثلوج وملؤه الخير. فلقد اجتمعت لنا ليس بركة واحدة، وإنما عدة بركات، بركات هذا الشهر الكريم الذي هو من الأشهر الحرم، وبركات الخير الذي قد منحناه المولى سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعله غيثا نافعا بإذن الله عز وجل. وبالتالي الشهر الأول من الأشهر الحرم هو شهر رجب الذي نحن فيه، أو الذي نحن على مشارفه. والشهر الثاني هو شهر ذو الحجة، والشهر الثالث هو شهر ذو القعدة، والشهر الرابع هو شهر محرم. هذه الأشهر قال عنها المولى عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وما من شك بأن الظلمة ظلمات غدا يوم القيامة. صح. فهذا الحديث في هذه الآية كقوله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وذكر المولى عز وجل وذكر المولى عز وجل في الحديث القدسي: لا تظالموا
لأن الإنسان لا يعيش منفردا، وإنما يعيش في مجتمع، يعيش مع أبوين، ويعيش مع زوجة أو تعيش مع زوج، ويعيش مع أطفال، ويعيش مع جيران، ويعيش مع مجتمع. ولذلك فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني عليكم أن تراعوا حق الغير. ما من شك بأننا نراعي حق الغير في السنة كلها، ولكن هذه الأشهر متميزة، ينبغي علينا أن نبالغ الجهد في ألا نظلم. وبالتالي إذا كانت العلاقة بيني وبين أبوي ربما قد يسودها نوع من النقصان، فإنني أحاول بقدر الاستطاعة أن أجبر هذا النقص، وبالتالي أحاول أن أكون بارا. إذا كانت العلاقة بيني وبين الأهل، إذا كان الأمر يتعلق بالزوجة، أو بالنسبة للزوج إذا كان المرء يتعلق بالزوج، فإن الأمر يقتضي من الزوج أن يكون غير ظالم لأهله. بتعبير آخر، ينبغي أن يكون محسنا، ينبغي أن يكون، قولوا إذا شئتم، ودودا مع الأهل. وكذلك الشأن بالنسبة للزوجة ومع الأبناء ومع الجيران ومع الناس أجمعين. وبالتالي إن كان لنا من أمر نفعله في هذه الأشهر فهو أن نبالغ الإحسان إلى الخلق. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. وبالتالي كثيرون من الناس ربما يعتقدون أن هذا الشهر رجب يتميز بعبادة معينة. لا يتميز بعبادة معينة، وإنما يتميز بسلوك فيه صمو، وفيه تعالي إلى نوع من التعالي إلى المولى عز وجل، بحيث أنني كنت أفعل الخير بمقدار 50%. فلما لا أفعل تلك 50%, 70%, أو 80% في هذا الشهر؟ طيب. وبالتالي نقول، هل هناك يعني صوم مسنون في هذا الشهر، أو عبادة مسنونة في هذا الشهر؟ ليس هناك عمل مسنون، إلا ما يسن على الناس في السنة كلها. اللهم إلا أنه ينبغي علينا أن نضاعف الإحسان إلى الخلق، باعتبار أننا مطالبون مطالبون بذلك. وتسمح لي شيخنا دقيقة، الله يبارك فيك. الحين الآن مشاهدي الكرام، موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وما جاورها من مدن. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. آمين يا رب العالمين. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وما جاورها من مدن. تقبل الله صلاة الجميع. هل سأل عبر خمسة القرآن الكريم من الجزائر؟ رجب، فضائل وأعمال. شيخنا عمار. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد رأينا قبل قليل بأن هذا الشهر من الأشهر الحرم، ولا يتميز بأعمال معينة، وإنما يتميز بعدم أذى الخلق، لأن المولى عز وجل قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظالموا. أي على الإنسان أن يبتعد عن الظلم بقدر استطاعته، ولعل هذا الأمر يؤيده النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عندما قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أي نعم، إن الإنسان ينبغي أن يواصل العمل الذي اعتاده من صوم الاثنين والخميس ومن صوم الأيام البيض ومن قيام الليل ومن الذكر ومن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه أن يعتبر كما قال بعض العلماء أن هذا الشهر بمثابة موسم الحصاد، بأن الإنسان يحصد، والشهر الذي يليه وهو شعبان هو موسم السقي إن صح التعبير، والشهر الذي يليه وهو رمضان وهو موسم قلت في البداية الحصاد، وإنما موسم الغرس والسقي والحصاد يكون في رمضان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ذلك. وإذا قلنا بأن العمل في هذا الشهر ليس متميزا عن غيره، فإن شعبان متميز عن غيره باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنه كان يميزه بكثرة الصوم، فكان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وبالتالي فإن بعض العلماء يرون بأنه يستحب أن يكثر الإنسان من الصوم في أوله، وبعضهم قال حتى في آخره، وبعض العلماء قالوا لعله يكره له أن يكثر من الصوم خاصة في آخره حتى لا يعتقد التتابع بين رمضان وبين شعبان. أما رمضان أما ذي الحجة وذي القعدة ومحرم، فذو الحجة وذو القعدة هما أشهر الحج، ومحرم هو الشهر الذي فيه والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وبالتالي فإننا في أيام ينبغي علينا أن نجتهد بقدر استطاعتنا من الإكثار من ذكر الله عز وجل ومن الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا عمار وأحسن الله إليكم، وشكرا جزيلا على ما تفضلتم به. الدكتور عبد القادر، في إشارات شيخنا عمار عبارات تدلل على أن هذا الشهر مقدم لشهور خير وفيرة قادمة بحول الله،
وأن الأعمال الحسنة وأعمال الخير يجب أن يتعلم الإنسان أن تعمم، بحيث أنه يحرم الظلم على نفسه ويطلق منظومة العدل والإحسان، بدل أن يظلم الناس أو أن يظلم أهله أو أن يظلم نفسه. ثنائية الظلم والشهر المحرم في رجب. شكرا أستاذ أحمد. ربي يبارك. والشكر موصول أستاذنا أستاذ عمار، بارك الله فيه على ما أجاد وتفضل مما أكرم الله من علمه. هو حقيقة هذه الأشهر الحرم كما ذكر أستاذنا، لكأنما نحن نتحدث عن محطات خاصة. هذه المحطات إذن لما ننظر عندنا 12 شهر، وفي هذه 12 عندنا يعني 4 أشهر لها خصوصية، وإذا أضفنا إلى رمضان ليس باعتبار كونه شهرا محرما، ولكن باعتبار أنه أيضا شهر فيه فضائل خاصة برمضان. فلكأنما الحديث إذا كان رمضان، لأن في رمضان هناك خصوصية وهناك صيام وهناك نقول تقييد في بعض المباحات، فالتقييد هذا في ذي المباحات لا يمكن إنسان أن يتجاوز في ذلك، كمن يذهب إلى مكة المكرمة ويلبس ثياب الإحرام، أو حتى في بعض الأحيان حتى وإذا لم يكن لابس ثياب الإحرام فهناك أمور يتقيد بها باعتباره أنه في الحرم. يعني كما الآن عندنا مثلا قد يباح الصيد في أماكن معينة وقد يحرم هناك في محميات معينة فيحرم. فلكأنما الحديث عن هذه الأشهر الأربعة ومن بينها رجب، وهو الحديث عن عندما يكون الأمر واجبا فيكون الامتثال يعني يمتثل الإنسان بقدر ما باعتبار الإلزامي، ولكن عندما يكون شهرا فيه هذه الصفة وفي هذه التنبيهات على عدم الظلم كما ذكر أستاذنا وكما جاء في القرآن الكريم قبل هذا، إذن لكأنما يعود نفسه على نقول على أن يضيق على نفسه حتى في بعض المباحات. فإذا شرع في الصوم فهو قد ضيق، ما قلت ضيقه، وإنما حاول أن يربي نفسه على منظومة قيمية في هذه الأيام. إذا تصدق كما ذكر أستاذنا إذن فهو سيغير نمط حياته، طريقة حياته في البذل، حتى يتعود في إذا جاء زكاة الفطر لا يعجزه ذلك والآخر، وإذا جاء زكاة الواجب المعلومة عندنا في الحيوان وفي النقدين لا يعجزه ذلك، لأنه قد عود نفسه على البذل وعلى العطاء. إذن لكأن هذه الأشهر مدرسة رجب، أي نعم رجب أو الأشهر الأخرى يعني الحرم الأخرى، لكأن لماذا؟ لأن لها خصوصية الأجر، الأجر يختلف فيها أكيد، مدام هو فيه هذه الصفة أنه من الأشهر الحرم، إذن فلا بد أن فيه صفة معينة وهي مضاعفة الأجر إلى آخره. هذا لا يعني أن في أوقات أخرى لا يكون الأجر مضاعفا، ولكن في بعض الأحيان قد يوضع الإنسان نقول في محيط أو في محيطه الكسبي، لأننا إحنا عملنا هو الكسب، أن نكسب هذه الأعمال الصالحة وننبذ هذه الأعمال. إذن فبالنظر إلى أعمارنا، لما ننظر إلى هذه الأعمار التي هي ليست طويلة بما يقابله بالنسبة إلى من سبقنا منهم، ولكن نرى أن الكسب في هذه الأشهر الأربعة مثلا لو عمل فيها الإنسان قد ربما يجد نفسه أنه عمل كمن عاش 100 سنة، كمن عاش 200 سنة، كمن عاش 300 سنة. فهذا فضل من الله. أولا لابد أن صحيح فيها كما قال أستاذنا فيها عدم الظلم، نعم هو الإنسان يربي نفسه كما في رمضان يربي نفسه على ترك المباحات، أما الواجبات هذا محرمات. إذن فكذلك أيضا لما ننظر إلى هذه، إلا كأنما هذه الأشهر الحرم هي فرصة جديدة لهذا الإنسان لميلاد جديد، أقصد بالميلاد هنا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، إصلاح ما الإنسان بينه وبين الله وبينه ثم بينه وبين الناس. كذلك أيضا فرصة لكي يضاعف أعماله في سواء في واجباته أو في تطوعاته. إذن لكأنما هذه الأشهر ثلاث متتابعات ثم عندنا واحد يعني على حدة وهو رجب، فلكأنما هي محطات لهذا الإنسان لكي يتزود وتزود صح جات في الحج، ولكن هذا التزود إذن موجود في كل الأشهر وخاصة في هذه الأشهر الحرم، لكأنما نحن نتعلم نعطي لها هذه المهابة حتى ننتبه. مثل الإنسان لما يكون يسوق السيارة
لو مثلا مشى في أي شارع هكذا ليس لا يوجد فيه أي إشارة من الإشارات لا ممنوع ولا واجب ولا كذا ولا مسموح فإنه يسير بهوى، ولكن عندما يدخل في طريق معبد فيه هذه المعالم الإشارات فأكيد فإنه ينضبط، يجتهد أن ينضبط بها. فكذلك نحن أيضا لكأنما هذه الأشهر هي ترجعون إلى الطريق، ترجعون إلى الأعمال الصالحة، ترجعون تذكرنا بأن هناك هذه الأشهر لها خصوصيات نقول في مضاعفة الأجر، في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، في تعويد أنفسنا على عدم الظلم، وهو العدل كما قال أستاذنا، وهو إنسان يعود نفسه على العدل. فالذي عود نفسه في شهر رجب فلا أظنه أنه يترك ذلك في شهر شعبان ولا في رمضان، وإذا هكذا فيكون السنة متكاملة، يعني يصل هوجة رمضان هوجة كذا جا شوال ذا ذو القعدة ذو الحجة هكذا. فلهذا العرب يعني حتى قبل إسلامها كانت تعظم هذه الأشهر وتضع السلاح والحرب وتعود إلى بين قوسين، حتى قال أنه كان البعض يرى عدوه أو قاتل أبيه فلا يدنو إليه ولا يقترب منه تعظيما لهذا الشهر. فما وحجنا نحن الآن لسنا في هذا ذلك الزمان، ولكن زماننا أيضا يحتاج منا أيضا إلى أن نراجع أنفسنا وأن ننبه أنفسنا وغيرنا على مضاعفة هذه الأعمال التي ندخرها. إن الآن البنوك كلها تدعو الناس إلى الاستثمار، جيب أموال واستثمر وإلى آخره، فنحن أيضا نقول لأنفسنا ونقول لغيرنا فهناك استثمار الأمثل وهو استثمار الآخرة. فما أحوجنا في هذه الأشهر وخاصة هذا الشهر المبارك المحرم أن نستثمر فيه ونستثمر فيه في كسبنا بالأعمال الصالحة إن شاء الله. الله يعيننا إن شاء الله والجميع إن شاء الله. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا شيخنا القادم، يبارك فيك. الشكر موصول لشيخنا وبركتنا الشيخ عمر محجوبي حفظه الله ورعاه، وعلى بركة الله ولا فاضل نشرف في استقبال المكالمات والاستماع للانشغالات. هذه أرقام التواصل، أهلا بكم وبانشغالاتكم وأهلا بأسئلتكم في فضائنا المباشر هل سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. سيد أحمد شكرا لك، هذه أرقام التواصل، أهلا بكم وبانشغالاتكم في خدمتكم صاحب الفضيلة شيخنا عمار وصاحب الفضيلة شيخنا عبد القادر، كلنا أذان ساغية لما تتفضلون به. دعينا الله لكم ولنا الخير والثبات والعمل الصالح، وأن يجعل رجب شهرا مباركا علينا جميعا. أيوة ناس مستغانم سي عبد الله العلم سي مستغانم سي عبد الله واه مرحبا الله يسلمك سي احمد كعشي خويا مرحبا عبد الله خويا لاباس عمي عبد الله الله يسلمك وبالله سلامنا للشيخ عمار والشيخ عبد القادر راهم يسمعوا فيك سي عبد الله وعليكم السلام ايوه سي احمد خويا واحد السؤال متعلق بالميراث بسم الله عندي الشيبانيه تاع الوالده الله يرحمها توفات وخلات قطعه ارض ايوه وخلات خمس ابناء وثلاث بنات خمس بنات لا خمس ابناء خمس ابناء وثلاث بنات ثلاث بنات ايوه من بين الابناء واحد توفى قبلها دقيق خمس ابناء واحد توفى قبل ام الوالده قبل الوالده ايوه احد الاولاد توفي قبل الوالده لا لا استنى قبل الوالده ولا ام الوالده لا لا قبل الوالده هي اللي خلت التركه خلاص الوالده هي اللي خلتها قبل الوالده الله يبارك وبنت توفيت ايضا قبلها ايوه الان عندهم دراري ولا ما عندهم دراري ولا اللي ما تخلى عندهم الحاج قادر عندهم صح بارك الله اولاد عندهم ذريه عندهم البنين والبنات الله يبارك الله يبارك البنين والبنات ومن بعدها كاين واحد من البنات واحده من البنات توفيت ايوه من بناتها توفيت اللي هي اختي الله يرحمها توفيت قبل الوالد أيوة. قبل الوالده قبل الوالده دروك باغي نفهم الاخ هذا خويا اللي توفى قبل الوالده اولاده يعني الاحفاد يورثوا ولا ما يورثوش في حق في التركة تاع جدتهم ايوه اخي المتوفي هل يرث ابناؤه ايوه المتوفي هل يرث ابناؤه من جدتهم
من جدتي. والبنت أيضا هل يرث أولادها من جدته؟ هل يرث أولادها من جدته؟ واضح. وإذا كان الجواب بنعم، كم يكون مقدار الميراث اللي يأخذوه؟ واضح إن شاء الله. دروك بالنسبة للوالدة، أيوة، هل لها الحق في ميراث الأخ المتوفي قبلها في أملاكها الخاصة؟ هل لها الحق في ميراث ابنها المتوفي قبلها؟ بابه كاين ابنها لا متوفي، لا بابه متوفي قبل كلش. يا الله يرحمه ويسعده، متوفي قبل، الله يرحمه. أيوة قبل. السؤال واضح سي أحمد؟ واضح سي عبد الله، واضح 10/10. الله ينورك وبارك الله فيكم وربي يجازيكم ويوفقكم إن شاء الله. إن شاء الله سي عبد الله، وتحياتنا الناس مستغانم جميعا. وربي يبارك فيكم سي عبد الله. الله يسلمك ومع السلامة. الله يسلمك سي عبد الله، شكرا شكرا، تحياتنا الناس مستغانم الله فيكم جميعا إن شاء الله. أيوة، من مستغانم إلى أين؟ الله ينورك بارك الله فيك. ميلا أختنا وهيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام أخت وهيبة. عندي سؤال للمشايخ يجاوبوني عليه إن شاء الله. مرحبا. أنا عندي كفات يمين وهضرت معكم ورباه، قالوا لي عندك 19 مساكين، والحب أنا ما على باليش كفان نطعمهم، مثلا مدلهم دراهم ولا ماكلة، ولا إلا كان دراهم وشحال نخرج، وإلا كان ماكلة ثاني للإنسان وشحال. أيوة. ولا كان نقدر مثلا عائلة مسكونة من 5 أفراد نقدر نمدلهم، هما ما عندهمش مساكن ثاني، ونمد العائلة بخلاف ثاني من 5 أفراد. واضح السؤال خويا؟ واضح سيدة وهيبة إن شاء الله. مثلا الماكلة وشحال نخرج، وإلا كان دراهم ثاني وشحال نمدلهم. أيوة واضح إن شاء الله. بارك الله فيكم، تعيش خويا. الله يبارك فيك سيدة وهيبة، والتحية الناس ميلا جميعا إن شاء الله. أيوة، من ميلا إلى أين؟ سي عبد الحميد مرحبا بنسب جاية. السلام عليكم. سلام عم عبد الحميد مرحبا. اخي عندي سؤال حبيت نسال الشيوخ اللي كان ممكن. مرحبا سي عبد الحميد. اخي سمعت عندي واحد سمعت واحد 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 السؤال هكذا في واحد في واحد حصه مجرد لعبه. ايوه. يقول كان واحد صحابي عنده 6 سنين في الاسلام واسمه عبد الله بن حيرام. الو. ايوه. قالوا تكلم مع ربي سبحانه وتعالى بدون حجاب. تكلم مع الله بدون حجاب. صحابي عليه عنده 6 سنين في الاسلام واسمه عبد الله بن حيرام. ايوه. والله غير نحيرني هالسؤال، باسكو على بالي بلي موسى كريم الله، ابراهيم خليل الله، محمد عليه الصلاه والسلام تعرج في السماء ما شافش ربي سبحانه كيفاه. وهذه حصه في القناه الاولى مجرد لعبه وفيها اسئله دينيه يعني هكذا. طرح سؤال ما شقاش نسميه اسم المنشط، لها طرح سؤال شكون هو الصحابي الجليل عنده 6 سنين في الاسلام وتكلم مع ربي سبحانه وتعالى بدون حجاب. أيه ان شاء الله. عندي سؤال ثاني اذا ممكن اخي. تفضل سي عبد الحميد، تفضل. مرحبا. وليك الفضل. السؤال الثاني عندي على كي نقراو القران وكان يقولوا لنا ما تقول صدق الله العظيم. ايوه، نقرا القران ولا نقول صدق الله العظيم. نكملوا البسمله نقولوها، مي صدق الله العظيم ما نقولوهاش. واضح ان شاء الله، شيخنا يجاوبنا. شكرا اخي حمولديك ومعطيكم الصحه. مرحبا بك سي عبد الحميد، وبنسب جايه جميعا ان شاء الله. يجاوبونا الشيوخ على شيوخنا. ايوه، من بجايه الى اين؟ شكون ما كاش؟ من وين هذا؟ الله يسلمك. عبر 5 القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. خلينا سيد أحمد نجيب على الأسئلة ثم نستقبل. الله بالعيد ولا العيد؟ العيد يجعل أيامنا قاع عيد إن شاء الله. سي العيد مصطيف،
ايه معليش بارك الله فيكم، هكذا لما نبداو الاجابه ما نستقبلوش المكالمات حتى نستكمل الاجابه ونمكن شيوخنا من التركيز مع الاجابات، لان هناك جهد الحقيقه ربي يحفظهم ويبارك فيهم في مساله هلو. التركيز والاجابه. السي العيد مرحبا. الو السلام عليكم. السلام سي العيد مرحبا. هو موسى من الصيف. موسى ايوه مرحبا سي موسى. سي الشيوخ ايوه ما نحكمش على شكل البول. ايوه يعني ساعه بنادم يقيس روحه هكذا يقدر يعاود ردو ديريكت ولا ما يعاودش ولا هذا ما كان. عدم التحكم يعني هل هل يعاود الوضوء؟ نعم هل يعيد الوضوء؟ ربي ان شاء الله يشفيك ويعافيك سي موسى. امين يا رب يعاونكم. مرحبا سي موسى مرحبا الله يبارك فيك وهنيك ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله هذه رحلات زينه في 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 جغرافيانا. طيب من المغير السلام عليكم. وادي سوف المغير. السلام عليكم. نسيت سي الطيب مرحبا. السلام عليكم خويا احمد. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بكم ناس المغير. واش اخبار الشيوخ؟ الله يسلمك. لاباس والله الحمد لله سي الطيب. الحمد لله. عندي سؤال الاول. تفضل. سميت ابنتي رهف وهناك من انتقد علي هذا الاسم. سميت ابنتك واش؟ رهف. رهف نعم. وهناك من انتقد. من نعتقد هذا الاسم. ان شاء الله خير. زيد السي الطيب. زيد السي الطيب مرحبا. السؤال الثاني. ايوه. المسبوق في الصلاه كي تفوتني ركعه الثانيه او الثالثه في المغرب او العصر القضاء تاعها كيف يكون؟ عاود لي الله يرضى عليك الطيب. تفوتني ركعه وين؟ في صلاه المغرب. ايوه. القضاء نتاعها كيفاش يكون سرا او جهرا؟ قضاؤها كيف يكون؟ تقصد ايه سرا؟ ايه في صلاه المغرب خاصه. يعني فاتك انت الركعه الاولى؟ لا لا الاخيره. قل لي الاخيره. لا لا صلاه الاولى الركعه الاولى كيف نقضيها؟ يعني نقضيها الاخيره او نعيد الركعه الاولى؟ واضح ان شاء الله يبين لنا الشيخ ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يهنيك ستي. الله يحفظك يبلغوك السلام وتحياتنا الناس المغير جميعا. هلا سالوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. بارك الله فيكم وفي ثقتكم ووفق الله شيوخنا الأفاضل يعلموننا مما تطرحون من أسئلة. وعلى بركة الله يسمح لنا الشيخ عمار نبدأ بمسألة الميراث، وإذا شئت نحوله على الشيخ عبد القادر كما تشاء في تفاصيل الأرقام إلى غير ذلك كما ترى. نعم نعم. أي لا بأس نستأذنك شيخنا في ذلك. طيب شيخنا عبد الله شيخنا قادر شيخ عبد الله مستغانم الميراث. الوالدة توفيت خلات قطعة أرض 5 أبناء و3 بنات. أحد الأولاد توفي قبل الوالدة معناه بقوا 4 أولاد، وبنت توفيت قبل الوالدة معناه قعدوا 2 بنات. يقول هل الأسئلة تاعه أخي المتوفى هل يرث أبناؤه من جدتهم، والبنت هل يرث أولادها من جدتهم؟ طبعا ما مقدار هذا الميراث؟ ويؤكد أن الوالدة هل لها حق في ميراث ابنها المتوفى قبلها؟ نتسعف. شكرا شكرا أستاذ أحمد. الله يبارك. أستاذنا عمار هو أولى بذلك والله أعلم يعني وأحفظ بذلك، هذا الشيء لا يخفى عنه يعني أستاذنا. هو هذا هي ماتت عفوا ماتت وتركت هذا التي ماتت وتركت تركت يعني 5 أبناء وبنات. ثم بعد ذلك يقول باللي المهم ثم سبقها إلى الدار الأخيرة ابن ثم بنت. معناها 4 أبناء. نعم وزوج بنات. نعم قاوة. معلش أنا نبدأ من الأخير يعني هو هل ترث الأم ابنها الذي سبقها بالوفاة؟ نعم أيوة. الأم ترث أكيد عندها سدس. نعم سدس وهذا ثابت لها لوجود الإخوة. لو كان ما كانش الإخوة كانت تروح للثلث، ولكن أيوة. مدام وجود الإخوة فعندها حق سدس في الإبن الذي سبقها بالوفاة. نعم هذا مهم. يبقى البنت إذا سبقتها أيضا بالوفاة، إذا البنت
أيهما سبق؟ وقال ماتت فأيضا البنت. نعم. البنت أيضا نحن في المسألة نقول إذا 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 هي ماتت قبل أمها فنقول ماتت وتركت ماتت عفوا وتركت أما وإخوة وأخوات، أكيد فاني أيضا يثبت لها حق سدس في حق ابنتها إذا كان لها مال. إذا كان لها مال هذان هذا الأمران زوج أمور مهمة، وهو أن الأم هذه عندها الحق مدام سبقها وليدها بالوفاة عندها في السدس في وليدها، مدام بنتها سبقت بالوفاة عندها أيضا السدس إذا بنتها سبقت. أيوة. الآن هذه المسألة هي هو الأصل، هو الأصل الذي يسبق يسبق إنسان، هو الأصل معيش نهضره باللغة اللي نفهموها من بسطه الأمور، هو الأصل الإنسان، هو هذا هو الأصل الإنسان، كيموت الإبن قبل الـ قبل الـ قبل الأب. أيوة. هو الأب ولا الأم تورثوا عادي يعني، ولكن كي تموت الأصل هذا وهو الأب والأم، الأب والأم ويخلي وليداته ويخلي ولاد ولاده، هو الأصل الأبناء يحجبون الأحفاد ولاد ولاده يحجبوهم يعني، هذا هو الأصل القاعدة دائما الأقرب يحجب الأبعاد، لأن هذا وليد وليدها المباشر وهذا وليد وليدها، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل المعمول به في قواعد الميراث. ولكن هناك اجتهاد الذي وهو يعمل به حتى في الجزائر يعمل به تقريبا يعني ماهوش بعيد بزاف العمل به، ويسموه الوصية الواجبة. الوصية الواجبة هذه اللي تحدثوا عليها أكيد وضعوا لها شروط وضعوا لها ضوابط مش أي هكذا يعني، فهذه الوصية الواجبة تخلي الحفيد يرث مع مع الـ مع الـ عفوا تخلي الحفيد يرث مع أعمامه وعماته، يعني يعطوه الحق في الإرث، ولكن هذا الحق هذا لا يتجاوز الثلث. مثلا نفترض باللي احنا نهنجو نقسموا التركة، نفترض باللي هذا الاخ راه موجود مثلا على قيد الحياه، كثير شفنا ان التركة ارض ما يهمش، احنا المهم احنا المهم عقار ولا نقود ولا ما يهمش، لان القسمه تبقى قسمه. نفترض ان هذا موجود راه على قيد الحياه، المال اللي يديه خص ما يتجاوزش اكثر من الثلث سهمه، اذا كان من الثلث اقل راهم يدوه ذوك الأحفاد تاعو بشروط معينه، ولاد الولد ولاد الولد هاني جاي، ولاد الولد هاني جاي سيدي احمد، لان المشكله الان احنا عندنا في المشكله هو الاصل ان بنات البنت هم من ذوي الارحام، الاصل هذا هو كي نجو نقسموا في التركه العاديه، فالاولاد والابناء ماشي كيما نقولوا مثلا مات وترك بنت ابن، نقولوا مات وترك بنت بنت، فبنت الابن تارث وبنت البنت لا تارث، لانها من ذوي الارحام ماشي من ذوي الفروض وهكذا. ولكن احنا المشكله وراها الان هو الامر هذا جمع بين واحد زوج مصطلحات سموه وصيه والمشكله سموه واجبه، واحنا عاده الوصايا هي الوصايا لما يوصي بها الشخص نعم هنا تدخل في الوجوب بشروط معينه، لكن الآن القراءة المشكلة احنا عندنا الآن في التطبيق في القانون في الجزائر، إذا إن هناك الناس المتخصصين، وكان جاء أستاذ سعيد معنا هنا يقول يعني القراءة بالنص الفرنسي والقراءة بالنص العربي مختلفتان، ولهذا يجي في المحاكم يختلفوا في التوريث، فكان اللي يورثهم في زوج يورث أبناء الذكور ويورث أبناء البنات عملا بأن المقصود به ولد، والولد يشمل هذا الاثنين، واللي ممكن معتمده فقط النص الآخر فهو فقط يمشي على 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 توريث فقط أبناء الذكور، ولهذا الأمر يحتاج إلى مزيد ضبط من 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 جهة. إحنا المهم الآن إحنا حبينا نقولوا شيء هل هذا ورثوا أو أصلا من يمهم شيء، لأن الآن لما نتحدث على الوصية وش هي الوصية، هما أن هذو الناس ضعاف وما عندهمش، فحق باباهم يروح لهم من باب إكرام الأب، من باب صلة الأرحام، هذا وليد الاجتهاد هذا هو من باب صلة الأرحام، موش صح بسموها واجبة، ولكن هي المقصود منها وهي أن الأعمام يرحموا ولاد خوهم، لأن ولاد خوهم هم بحاجة إلى هذا المال وما عندهمش، وجداتهم ما وصلت لهمش وباباهم ما خلى لهمش، إذن فهم كيف لهم يورثوا ويبقوا، بمعنى أنهم يعني في معزل وفقراء، فلجأوا إلى هذا، وهذا موجود حتى عند المتقدمين من الأمم المتقدمين، ولكن العمل به الآن هو عند المتأخرين. إذن فقالوا دي إحنا علاش نخلوا يعني هذو ولاد خونا
عفوا هذا ولاد الاخ او ولاد الاخت على من يوسع. فقالوا كيفاش الان هادو يدوا وهادو خلوهم فقراء، على ما ندخلوش ندخلوهم في مساله وهي في مساله الوصيه. نعم ما عندهمش حق اصلي لان باباهم الخلاص الاصل اللي يورث ما كاش، ولكن حنا نمشوا على باب صله الارحام وباب الصدقات. الان قضيه الكيفيه واش نقولوا، الكيفيه الان هو اللي يقسمها هو الموثق. يعني ما نقدروش الان نروحوا دوك نقول لك كيفيه، لان نحتاجوا يخصنا نعرفوا يخص يخرجوا كامل الشهادات الميلاد وكذا الى اخره، ويروحوا يزنوا الارض والى اخره. فولكن حنا نقولوا له في سواء كان سواء الشيء الجهه اللي راه في الجهه في الجهه المحكمه اللي راه فيها هو او الموثق، سواء محكم ان يعني اعطى لابناء الابن فقط او زاد معهم ابناء البنت، هو المجموع اللي يخرج عن الثلث. المجموع كامل ما يخرجش عن الثلث، يعني بمعنى لكأنما جداتهم هذه عندها 200 مليون او 100 مليون، الثلث تاع 100 مليون شحال؟ هو 33 فاصل، بمعنى المبلغ ما يزيدش هذاك، اللهم الا اذا هم تنازلوا. ولهذا نقولوا للكثير من الناس، نقولوا لان بعض الناس ما تحبش تدير هذا الشيء، ما تحبش تعطي، نقول لهم لا، اخوكم اعتبروا اخوكم راه موجود على قيد الحياه، ويسالكم راه واقف حي ويسالكم يقول لكم اولادي على ضيعتوا لي اولادي، حانني صحه ثم ما عطيتهم، ما حنيتوا فيهم ما عطيتهم. فجاء العلماء لماذا؟ لأنك تولي في أمور تاع المال تولي الأمور صعبة، تولي مشرحات، تولي واحد ما يشوف ولا دخول. فجاء العلماء، وكان وين كان هذا قول عند المتقدمين، عند موش فقط، حتى ما نقول حتى عند بعض كبار التابعين وغير ذلك. إذن فهذا الموجود، القول موجود، ولكن الآن فقط بقى الترسيم تاعو، فبعض الدول تأخذ به وبعض الدول تأخذ. ولكن احنا عندنا الآن في قانون الأسرة الجزائرية موجود، يبقى فقط هل فقط ابناء الابناء فقط ام يدخلوا معهم، هذا 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 يحتاج الى الموثق هو اللي يثبت لهم هذا الشيء. ولكن احنا نتمناو ما دام هذا صله رحم انهم يسووا هذا الثلث بين المجموعتين، ما يفرقوش بيناتهم، لان هذه ولاد خوك وهذه ولاد اختك، وهذا يقول لك عمي وهذا يقول لك خالي. وصلت النبي، اللهم صل على رسول الله. أمين. بارك الله فيك شيخنا عبد القادر وأحسن الله إليك. شيخنا عمار، أختنا وهيبة من ميلا، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، كيفاه تدير دراهم ولا ماكلة؟ كيف تطعمه؟ إطعام 10 مساكين أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وبالتالي إن كانت فقيرة لا تستطيع أن تخرج بإمكانها، إذا كانت غير فقيرة بإمكانها أن تخرج المال، إما أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، وإن كانت لا تستطيع ذلك تنتقل إلى الصوم، لكن لا يجوز الانتقال إلى الصوم مباشرة، وإنما إذا كان هذا الذي كفر عن حنث في يمينه لا يستطيع أن يكفر بالإنفاق أو بالمال، حينئذ ينتقل إلى الصوم. أما قيمة الإنفاق الذي نقدمه إذا نحن حنثنا في أيماننا، فإننا نطعم 10 مساكين. أيوة. وإطعام المسكين أن نعطيه مقدار حفنة من الطعام لا مقبوضة ولا مبسوطة، يعني ما أدري لعلها تساوي رطلا من الطعام على من السميد أو ما إلى ذلك، أو أكثر أو أقل لا أدري، لكن المهم لعلها تدور في حوالي 30 دينار أو 35 دينار، تعطى للمساكين 10 الذين يستحقون هذا المال، والله أعلم. الله يبارك فيك شيخنا وربي يحفظك إن شاء الله. هذا بالنسبة لكفارة اليمين وإطعام 10 مساكين. أختنا وهيبة من ميلا تقول تقدر شيخنا تعطي القيمة مثلا إلى 5 × 2، يعني 5 أشخاص تعطيهم قيمة زوج. هو الآية قالت إطعام 10 مساكين، لكن إذا كان هذا المسكين له أبناء على سبيل المثال، فإننا نحسب الأبناء والزوجة، إذا كان له ولدان وزوجة وهو، فإنه بإمكانهم أن يأخذوا
أربعة يعني أربعة أقساط إن صح التعبير والله أعلم. الله يبارك فيك شيخنا ويحسن الله إليك. شيخنا الشيخ عبد القادر عبد الحميد من بجاية يقول: سمعت في حصة، لا أدري لم أتبين القناة التي عرضت الحصة، ولكن أنه السؤال كان حول صحابي تكلم مع الله سبحانه وتعالى بدون حجاب وهو عبد الله بن حرام، حيره هذا السؤال. وأنا أيضا حيرني. هو شوف، لا أدري، لأن أولا هذه أحاديث، والأحاديث لابد من معرفة صحتها وسندها عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد يأتي الحديث ولا يكون صحيحا أو يكون ضعيفا وغير ذلك، هذا الأمر الأول. ولكن احنا سنقول له كلاما ونعيده، لعل ربما الشيخ ربما عنده معلومة، أنا لا أمتلك المعلومة حتى، ولكن ننظر في المسألة ننظر. ولكن قل لا يحيرك، أنا لا أتحدث عن الكلام، فنحن نتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى في كل صلاة، فقد ولكن لا نعرف ذلك. لما نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما العبد يقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى حمدني عبدي، وهكذا. يعني بمعنى قضية هذا الأمر هذا صحيح، هو ليس كما وكلم الله موسى تكليمه، ولكن كل واحد فينا فهو يكلم ربه سبحانه وتعالى في هذه الصلوات. ولكن كيف هذا الصحابي كلم الله سبحانه وتعالى، فهذا يحتاج إلى حتى لا نظلم الناس، وحتى أيضا نرفع عنه الحيرة. فإن شاء الله تعالى أن نجيبه إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيك إن شاء الله، بارك الله فيك. وغدا نعطيه، غدا نوصي الجواب نعطيه الأستاذ واشم، وهو سيجيبه نيابة عنا إن شاء الله. إن شاء الله بحول الله. فيك شكرا جزيلا. دوما في بجاية شيخنا عمار، قراءة القرآن، قال لك سعد الحميد هما يقولوا كي يكملوا القرآن صدق الله العظيم، وجاء واحد من إخوة قال له ما تقولش صدق الله العظيم. هو لعله لم يرد نص هكذا ثابت في أننا نقول مباشرة بعد أن نقرأ القرآن الكريم صدق الله العظيم، لكن ورد أقول صدق الله. وبالتالي أنا ما دمت قد قرأت القرآن الكريم بإمكاني أن أروي قصة، بإمكاني أن أقرأ بيت شعر، بإمكاني أن أقرأ مقالا إن صح التعبير، ما المانع أن أقول صدق الله العظيم؟ وبالتالي قضية التبديع فيها نوع من المبالغة. أي نعم، لعله لم يرد، لكني أكملت القراءة، وأنا بعد إتمام القراءة حر في أن أفعل ما شئت. أنا قلت صدق الله العظيم، وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا أعتقد أن البدعة تدخل في هذا المجال، لا من قريب ولا من بعيد، والله أعلم. الله يبارك فيك شيخنا عمار وحسن الله إليك. سي موسى مصطيف شيخنا عبد القادر سلس البول، ويقول بأنه لم يستطع التحكم، فهل يعيد الوضوء دوما؟ شو احنا نقول لسي موسى، القاعدة يعني قاعدة مستنبطة من الشرع، هو الأمر إذا ذاق اتسع وإذا اتسع ذاق. نعم. واش معنى هذا الكلام اللي نقوله لسي موسى؟ نقوله كذيق الدنيا على الإنسان. نعم. يعجز، يجي الفرج، يتوسع الفرج، مش يجي الفرج، يجي الفرج واسع جدا جدا، يعني يسعه ويسع غيره. دونك الآن هذا السلس الذي أجلكم الله الذي تحدث عنه سي موسى، هل هو يمتلكه فيه؟ بمعنى هل هو فيه له دخل؟ ما عندوش هو دخل. هذا أمر مرضي، هذا أمر تاع مرض، يعني كما اللي عنده سلس البول كان اللي عنده هذه سلس آخر أيضا. فالآن هل هو يتحكم في الفرق بين إنسان أنه يتحكم في نفسه مثلا ويخرج منه الماء ويمس ثيابه أو يمس ثيابه، فهذا فرق من عنده الإرادة ويدير هذا الشيء، ومن لا يتحكم في هذا الشيء. لهذا فرق بين هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصحيح مكلف بأن النجاسات ما تصيب، خاصة هذه النجاسة ما تصيبش البدن تاعه وما تصيبش الثياب تاعه، لأن احنا عندنا طهارة المكان والثياب، طهارة المكان والثياب والبدن. فالآن هل هو متحكم في هذا الشيء؟ مش متحكم في هذا الشيء. هل هو راه حاب هذا الشيء؟ هو مش حاب هذا الشيء. ولكن احنا نقول أولا دائما أنت تسعى إلى التطبيب، يعني دائما تسعى ربي يرزق الشفاء، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، دعو الله سبحانه وتعالى أن يجرك على هذا الشيء، موش بمعنى أنت مريض
وفيك هذا الشيء وتروح حكاك. لا لا ما تروحش حكاك، قول يا ربي يا ربي اجرني على هذا الشيء اللي راني مبتلى به، بيكون عنده انسان ما يكون يعني يجمع بين المرض وبين الحسنه. صحيح. الحاجه الاخرى الان تحدث عليها وهي الان كي يزيد الحاجه على الحاجه تاعه، او عفوا لما يكون موش في مقدوري انا، ما موش في مقدوري الان، ففي هذه الحاله حتى واذا تنجس الثياب، لان البعض مثلا العلماء يقول يدير قطنه يدير كذا يدير كذا، وان كان احنا عندنا في المذهب لا يشترط عليه، يعني حتى واذا هذا اجلكم الله يعني مس الثياب تاعه لا يعتبر نجاسه بالنسبه له هو في الحاله تاعه، لان لو كنت طالبه بالطهاره هو ما يقدرش يوفر الطهاره، ما يقدرهاش يوفر الطهاره لان هذا لا ينقطع عنه. اذا فنقول له لا، اذا نزل منك شيء بعد الوضوء وسواء بعد الوضوء اثناء الوضوء بعد الوضوء ما نتحدثوش على العادي اجلكم الله، يعني اجلكم الله يعني التبول العادي هذا هو باين خلاص هذا راهو، ولكن هذا لا ارادي، العادي لا، العادي راه يعاود الوضوء، اما اللا ارادي لا، اللا ارادي حتى الثياب اذا بقات في هذا فانه لا ينجس منها، وانما ما هذا من باب العفو، هذا رحمه رب العالمين، والا يستحيل انه يتوضا ويستحيل يحقق العفو الطهاره. فنقول له لا، انت داوي ودعو الله سبحانه وتعالى يرفع عنك هذا الشيء، ودعو الله ياجرك، وصلي على الهيئه التي انت فيها، لان ما لغال ما تقدرش انت تحقق الطهاره في هذه الحاله، وربي يرفع عنا وعنه ان شاء الله. امين. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا شيخ عبد القادر واحسن الله اليك. اخونا الطيب من المغير عنده سؤالين، نروحوا معليش للثاني. شيخنا عمار يقول تفوتني ركعه في صلاه المغرب وهي الركعه الاخيره، قضاؤها هل يكون سرا ام جهرا؟ اذا سلم الامام يقف بتكبيره لانه ادرك ركعتين، وبالتالي يكبر، فاذا استوى قائما يقرا الفاتحه والسوره جهرا، ثم بعد ذلك يركع ويسجد ويسلم، ويعتبر قد قضى قضاء يعني صحيحا باذن الله عز وجل. ان شاء الله شيخ، ربي يبارك فيك ويهنيك ان شاء الله. شيخنا عبد القادر السيد الطيب سمى ابنته رهف، وهناك من انتقد. الاسماء اذا ما كانش فيها شرك بالله سبحانه وتعالى، لا. نتحدث على الشرك، هذا اعظم شيء هو الشرك، اذا كان معانيها لا تحمل شركا بالله، اشراكا بالله سبحانه وتعالى. اما قضيه معاني الاسماء قد تختلف، ممكن نديروا اسم رهف في القواميس قد نجد عنده اكثر من معنى. صحيح. وعلاش انت يا واش هو، لماذا انت تنحاز الى هذا المعنى وما تنحاز المعنى الثاني؟ علاش المعنى الصحيح اللي ممكن بمعنى مقبول تخليه وتروح لي انت فقط تقول لي لا رهف معناها هذا الشيء؟ ما دام هذا من الالفاظ المشتركه، يعني الالفاظ المشتركه والالفاظ التي لها اكثر من معنى، يعني بمعنى المعنى الاستعمالي، مش الجذر اللغوي، لا الجذر اللغوي عنده، ولكن في الاستعمال تغير، هذه يسموه كذا، هذه يسموه كذا الى اخره، فنقول فيحمل على افضل شيء، يحمل على الاحسن، يحمل على الشيء المحمود. علاش نروحوا دائما الشيء القبيح او الشيء السيء؟ إذا فرهف ما أكثر الأسماء، ما أكثر الأسماء، أنا لما قرأ ففيها من الرأفة ومن الحنية ومن كذا، ما فبالتالي ما أنا لا يوجد شيء. لو سماها اسما غريبا، هو ممكن بعض الأحيان الغربة تكون في الأسماء، ولكن الآن أصبحت الأسماء ربما قبل 20 30 سنة 40 سنة اسم رهف في الجزائر ممكن يكون غريب نوعا ما، ولكن الآن لا غرابة فيه، لأن مع هذا الانتشار والتواصل وكذا والتلفزيونات والانترنت فاصبحت الاسماء مشتهره، يعني اصبح ليس فيها من الغرابه ما دام ليس فيه شيء يناقض ديننا من جهه المعنى. اما اذا كان هذا الاسم فيه معنى من المعاني نقل، فهذا ليس بالضروره ان يكون ذلك هو المعنى، هذاك المعنى ما دام هو لفظ مشترك فلما لا ناخذه على معنى اخر وهكذا. بالتالي ربي يجعلها صالحه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يجعل الرأفه فيها أولادنا جميعا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. خليني سيد أحمد في تقريبا الست دقائق المتبقية على الأقل استقبل انشغالا واحدا من هذه الانشغالات نتعلم منها ونطرحها على شيوخنا في هذه المساحة السامحة المباشرة من برنامجكم هل سأل، الذي يأتيكم ونستفيد منكم بأسئلتكم ونتعلم منكم
من خلال هذا التواصل المباشر. خلينا نسمع الانشغال واحد. شيش شوش نسبتنا سي شوش. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سي شوش. فيما يخص ماذا؟ ما يخص قتل العمد. القتل العمدي. أيوة القتل العمدي الله يعفينا وعافيكم إن شاء الله. أيوة هذا هو السؤال. إيه أنا عندي الدية وأنا في زوج. الدية في زوج. معليش فهمنا شوية السي شوش. فهمنا شوية برك باش نجاوبوك. شو شو سأل عندي سؤال آخر ثاني. طيب سؤال يعني وش دية هذا قتل عمد هكذا برك؟ قال عندنا إذا كانت اسمه الدية هل يستطيع الجنات العرشي لمولو يتلكوا الدية ولا ما يقدروش ما يستطعوش؟ نعم قلك هل العرش تاعو يجمعوا للدية يدفعها ولا ما يجمعونها ويدفعونها؟ نعم. طيب إن شاء الله. هذا مكان سي شوش. عندي سؤال ثاني. تفضل. من يخص الإمام نهار الجمعة. أيوة. يدير الدرس ويطلع للمنبر يدير خطبة. ويكمل الخطبة. يفوت القاعة نتاع الميسوط. ومن بعد يفوت المحراب يصلي بالجماعة. يكمل الخطبة وش يدير؟ يروح يشرب الماء. يشرب ومن بعد يصلي بالناس. هاي ها ممكن عطش سي شوش كيف ما يشربش اذا ما عطش. خلاص حاضر شيخنا حاضر. مرحبا سي شوش. مرحبا بكم نسبتنا ربي يحفظك ان شاء الله. نبداو ان شاء الله. تفضل شيخنا نبداو بالقتل العمدي. حبيت فقط في السؤال الاول قبل القتل. أيوة. الله ينجينا. هو نظن هو السائل هذاك لا انت جاوبك يعني ما شاء الله. الله يبارك ويزيدك من فضله. هو مثلا افترض ان نويك لحقنا على الركعه الثانيه. أيوة. انا نط درت على مذهب المالكيه نط وجبت الفاتحه سرا وعفوا جهرا وجبت كذا وعاوت جاري اللي بجنبي ناض وجابها سر وما جاب لها الاخر. فهذا هو الشيء اللي يوقع في المساجد. الناس تتعجز كيف هذا راه قرا سر وهذا قرا جهر. المعذره استاذي والله مش المعذره فقط من باب انا نستاذي يعني الله يفتح عليك. نظن هو راه ممكن هذه يسال على هذه يعني. شيخنا عمار المعذره استاذ عمار والله المعذره اذا كان لو كانت تعذرني فقط. الله يبارك فيك. تفضل شيخ عمار. نعم هو شيخنا عبد القادر سالك يعني على جهه الصوره التي اجبت عليها. في المساجد تجد من يقوم بالإسرار في الركعة الأخيرة وهناك من يجهر. يقول برك توجيه في هذه المسألة في دقيقة شيخنا لم يبقى لدينا الكثير. ونحن أجبنا السائلة وفق مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. الله عند غير الإمام مالك رضي الله عنه أيضا هناك من يقول بأنه يقف ويكبر ويقرأها سرا ويعني أمر لا يؤدي بنا إلى الخلاف. إذا كنت ألتزم بفقه الإمام مالك رضي الله عنه فينبغي أن أقف وأن أقرأ جهرا وأسلم والله أعلم. الله يجزيك. الله يبارك فيك. الله يجزيك. لأن بعض الأحيان الناس يوقع لها يقول كيف هذا وذا. الله يجزيك أستاذنا عمار. الله يبارك فيك. يرحم والديك. الله يرحم والديك. نبدأ بالقتل العمدي شيخ عبد القادر. لا روح للشيخ عمار انا فقط انا اذا كنت روح للشيخ عمار. الشيخ عمار سي شاوش من باتنا سأل على مسألة القتل العمدي والدية هل يمكن ان يدفعها العرش؟ الذي اعلمه ان الدية تتعلق بقتل الخطأ. وبالتالي فان قتل العمدي فيه امر اخر. لست هل هذا المحل مكان بيانه أم ليس مكان بيانه. وبالتالي فالأولى أن يتكلم في هذا الموضوع من عندهم إلمام بأمور القضاء والله أعلم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا شيخنا. وسي شوش الإجابة واضحة فيما تعلق بقتل الخطأ
ثمة دية كما قال الشيخ، أما في ما تعلق بقتل العمد فللسلطة القضائية تقديرها في هذا الأمر. الإمام شيخنا عبد القادر يخطب خطبة بكاملها ثم ينزل قبل أن يصلي بالناس يشرب الماء. درك هل يشربه عادة من يعني هل هذا الإنسان هذا الإمام هو بشر، هل يشرب هذا باعتبار أنه يعتبر سنية مثلا أنه السنة هكا، إحنا هذا هو اللي قلنا عارفه علاش هذا يشرب، هل يعتبره باعتبار السنية إذا مثلا يروي حديث ولا الله أعلم يعني، وهل دائما يديره؟ وإحنا إذا كان إذا ما هذا الشيء ما ثبتش هل دائما يديره؟ هل يديره لحاجته؟ كاين ممكن إنسان مريض والناس ما يعرفوش باللي كان مريض ويحتاج إلى الماء، فما نقدرش نقول له ما، ولكن بإمكانه عوض أن يذهب إذا كان هو ينتقل من المحراب إلى بإمكانه يحط قرعة تاع ماء قدامه هكذا ما يحرش روحه وما يحرش الناس تبدا تسأل علاش هو راح تخلى المقصورة وعاود رجع وكذا، فيبدا كما راه السائل سأل، هذا هو. أما قضية الحاجة الإنسانية فالحاجة لو كان في الصلاة وشرب نقول له لا أسيدي نعم، ولو كان الأمر يتعلق بالوضوء أو ما إلى ذلك. لا الوضوء خلاص، الوضوء راه كما قلت يا سيدي راه يروح يتوضأ، ولكن أو ممكن قد إذا كان يدخل ممكن يعيد وضوءه، لأن درك الآن هو هذا الإمام إنسان وبشر قد يعطش لأنه يتكلم ويتفاعل مع الناس ممكن يعطش، كاين بعض عنده السكر عنده السكر الله يفتح عليك، يعني ممكن دائما احنا نمشوا على التأويل الحسن لتصرفات الناس، دائما التأويل لأن تكراره لهذا الأمر هذا يدل على أنه كاين سبب معين، من ما نظنش يعني السادة الأئمة أنهم يديروا حاجة لأنها مخالفة للأشياء اللي معهودة عند الناس، لا لا هذا الذي نعتقده في أئمتنا ومشايخنا، ولهذا دائما نجد مبررا ونجد تفسيرا لهذا الشيء يعني أو عذرا عفوا نجد له عذرا. الله يبارك فيك شيخنا، شكرا جزيلا شيخ عبد القادر. شيخنا عمار رانا داخلين على شهر جديد وفي خير كبير إن شاء الله، منكم الدعاء وربي إن شاء الله يدوم علينا الخير اللي رانا فيه، كما قلت في بداية وهذه معليش نقولها للمشاهدين، شيخنا في بداية الحصة قال لقد أخجلنا الله سبحانه وتعالى بنعمه، الدعاء لله عز وجل ربي بقى علينا النعمة واستر في دقيقة. شيخ الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه، أصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الغيث النافع، ونسألك اللهم أن تجزل لنا من الخير ما ظهر منه وما بطن، ونسألك اللهم أن تتقبل منا صالح أعمالنا وأن تتوفانا مسلمين وترحقنا بالصالحين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يبارك فيك شيخنا عمار. سيد أحمد بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا الدعاء، ورب إن شاء الله يجعل القبول في كل الأعمال إن شاء الله. شيخنا عمار محجوبي شيخنا وأستاذنا شكرا جزيلا لك على هذا النزول المبارك في برنامج هلا سأل، وكنا سعداء بهذه الثنائية بينكم وبين شيخنا عبد القادر بارك الله فيك. الله يهنيك. الشكر موصول لكم شيخنا أستاذنا الدكتور عبد القادر بن عزوز، الله يبارك فيكم إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم.